لابد أنكم عرفتم من أغنية حسين الجسمي أن هذا هو الاحتفاء بالعرس الانتخابي المصري. فقد بدأ المصريون في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام للجولة الأولى، والتي يخوضها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح موسى مصطفى موسى. الفيديو الذي شاهدتموه من خيمة انتخابية في أبوظبي انعكس بالطبع بهاشتاج الانتخابات الرئاسية 2018. نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصفوف المصريين الذين جاءوا للتصويت في الكويت. هذا الفيديو سرعناه 4 أضعاف لأن مدته دقيقتين. لا نريد أن نقضي هذه الحلقة ونحن نعلق على هذه الصورة. بالمناسبة، أحد أسباب توافد هذه الأعداد بشكل كبير في الكويت هو أن المصريين يحتلون المركز الثاني في العمالة الأجنبية في الكويت، ويبلغ عددهم ما يقارب 500,000، أقل بقليل من عدد الكويتيين. أقل بقليل عدد نصف الكويتيين طبعا. أما في قطر فقد انتشرت السفارة المصرية نشرت في الدوحة على صفحتها على فيسبوك فيديو لمصريين وهم يهتفون خارج أبواب السفارة. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! الأعداد كما نرى قليلة مقارنة بالأعداد المصرية المتواجدة في الكويت. وتقاطع مصر والإمارات والسعودية والبحرين دولة قطر منذ شهر يونيو الماضي. أما في السعودية فتداول الناس هذا الملصق من حملة علشان نبنيها لتعلم وتعلم المواطنين بأماكن وجود الباصات التي ستقلهم مجانا إلى مقر التصويت. لكن الملاحظ أن في هذا المنشور صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. طيب، إذا كان شخص ينوي التصويت لموسى مصطفى موسى، هل يحق له ركوب هذه الحافلة وأن يذهب للتصويت؟ ربما هناك من يقول لنفسه أصوت لموسى وأدع حملة عبد الفتاح السيسي تأخذني وترجعني ببلاش، لما لا؟ لنرى المصريين ماذا قالوا على تويتر. هتاف المجد يقول: الانتخابات الرئاسية 2018 أكثر أسبوعين ما فيهمش عمليات إرهابية، هم أسبوعين الانتخابات، تحيا مصر. خالد جمال يقول: لكل مواطن حينتخب السيسي وهو عايش برا، ما تيجي هنا علشان تحس بالإنجازات وتشوف المصلحة بتاعتك بقيت قد إيه؟ الانتخابات الرئاسية 2018. أحمد حماد يقول: الانتخابات الرئاسية 2018 يا ترى مين اللي حيفوز؟ يا ترى بالمصري. الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 من يناير عام 2011. يستطيع المصري المقيم في الخارج التصويت في الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية. المزيد في هذا التقرير.